قبل بداية الفيديو المرجو منكم دعم قناة الحر بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس للمزيد من المحتوى الرائع. عند الحديث عن الطول البشري يثير اهتمامنا أن نلقي نظرة على الأفراد الذين يعتبرون أعلى الناس في العالم، فالأشخاص ذوو القامة الطويلة يستحوذون على انتباهنا بسبب ارتفاعهم الاستثنائي ويكتسبون شهرة واهتماما واسعين. لذا سأقدم لكم في هذا المقال نظرة عامة على أطول 10 رجال في العالم حتى الآن. روبرت وادلو. يعتبر روبرت وادلو أطول رجل في التاريخ المسجل. ولد في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1918، وقد بلغ ارتفاعه القصوى 8 أقدام، وتم تسجيل قامته الاستثنائية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. سلطان كوسين. يعتبر سلطان كوسين أطول رجل حي في العالم حالياً. يأتي من تركيا وقد بلغ ارتفاعه القصوى 8 أقدام، وقد حظي بشهرة عالمية وظهر في العديد من البرامج التلفزيونية والفعاليات العامة. جون روجرز. عاش جون روجرز في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين عامي 1868 و1905. كان طوله القصوى يبلغ 8 أقدام و9 بوصات. يعتقد أنه كان يعاني من متلازمة مارفان الوراثية. فيكتور فانجو. كان فيكتور فانجو من جمهورية التشيك، ولد في عام 1946، وكان طوله القصوى يبلغ 8 أقدام. كان يعرف بلقب جينت الأوروبي، وكان يعمل كعارض أزياء وفنان. دونكان ماكارثر. يعتقد أن دونكان ماكارثر كان أطول رجل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال حياته. ولد في عام 1925، وكان طوله القصوى يبلغ 8 أقدام و2 بوصات. كان يعمل كعامل زراعي وله مسيرة حافلة في عرض الأطوال الاستعراضية. زيهاو روا. يعتقد أن زيهاو روا هو أطول رجل في الصين حتى الآن. ولد في عام 1983، وكان طوله القصوى يبلغ 8 أقدام ونصف. عمل في السابق كمعلم قبل أن يجذب الانتباه بسبب قامته الطويلة. ليونيغ. يعتقد أن ليونيغ هو أطول رجل في الصين بعد وفاة زيهاو روا في عام 2010. ولد في عام 1960، وكان طوله القصوى يبلغ 7 أقدام و10 بوصات. لا يزال ليونيغ يتمتع بشعبية كبيرة في بلاده. برينو تورتو. يأتي برينو تورتو من المغرب، وهو أطول رجل في أفريقيا. يبلغ طوله القصوى 8 أقدام و1 بوصة. يعاني من مشاكل صحية بسبب ارتفاع قامته الغير عادي. موريس تيلوي. موريس تيلوي هو أطول لاعب كرة سلة في العالم. يأتي من إيران، ويبلغ طوله القصوى 8 أقدام و2 بوصة. يلعب في فريق المنتخب الإيراني لكرة السلة على الكراسي المتحركة. ديولو كارولين. ديولو كارولين هو أطول رجل في الهند، ويعد واحداً من أطول الرجال في العالم. يبلغ طوله القصوى 8 أقدام و1 بوصة. يعاني من مشاكل صحية، ويعمل حالياً في قوات الأمن الهندية. تتميز هذه الأشخاص بقاماتهم الاستثنائية، وقد أحدثوا ضجة في العالم وتصدر العناوين. تجسدوا إصراراً قوياً وقدرة على التغلب على التحديات التي يواجهونها يومياً بسبب ارتفاع قامتهم. على الرغم من صعوباتهم، يعيشون حياة كريمة ويواجهون التحديات بشجاعة، مما يجعلهم مصدر إلهام للكثيرين. إذا أعجبك الفيديو، المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. كان معكم قناة الحر، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.